مر الجرح ابوي ومر من قام حط ايده على ظهره ويضغب حسين شلون يضغب حط ايده على قلبه وصاحبه يا المصاب ذا يصير عد واحد من عدنا شنو نجيب شنو يقول له وقع براسه باوع الزينب ما حد يا من حتى هنا ترى ما حد يا من اهلها ايه بس ما حد جاها قالها قامت تباوع تباوع ماكو عاد التفتت على روحها قامت تحكي البقى براسك يا روحي جاوبت روحها البقى براسك يا روحي صار طاح ابوي الدلالاني جنت انام الليل على ايده ويدري ما بدل مجاني اقرا وياي اقرا وياي عمي اللي بقيتكم هسك قاضي الباب علي كل واحد شايل له طازه جبن لان سمعوا الطبيب يقولهم شربوا لبن شربوا لبن علي وجوا اليتامى قاضي بالباب طلع لهم الحسن شفتكم قاضي بالباب قالوا له سمعنا ابونا وقاب راسك يا روحي ما تبوي تقللاني شنت انام الا على ايده يدري ما بدل بجاني مدري اسكت مدري ابكي مدري اموت مدري ثاني ما ادري اقول ان هاي هي فارقيت او فارقاني ويا ويا فارقيت او انا اول مره بشيبه من الاصياح زينب أنا أول مرة بشايفة من الإصياح أنا اليوم ويتي اسمع راح لو طاح من ذباح من ذباح ريد الإيد ذباح ما ترتاح لا والله ما ترتاح يا قلبي ما ما ترتاح يا قلبي ما ترتاح ايش قالت بعد اخذوني لبوي وخلنا شمه شو سوي اخذوني لبوي وخلنا شمه لو قومه وجهي لو موت يمه اخذوني لبوي وخلنا شمه خاف هم ما تعرفينه
هم مثل حسين هم ما تعرفينه لو جيبه وجي لو موت يمه علي يسوى من راخص للعزيزات ويا هول يجي وقال انا زين علي ويا هول يجي وقال انا اخذوني لعلي خلونا قيله شلون تموت وانا لها سعد اخذوني لوي خلوني يلوني شلون تموت وانا السعد مويا 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 الفاقد هاي يعرفها هاي العشاير هاي يعرفها راح توجعه باكر عيد نومك مو محلك باكر عيد نومك مو محلك ترى تشوف قد ابوه علتها عله هذا الحاشي تحكي ويروح يا زينب القم لطم مصيبة القم لطم مصيبة آخ شمعات ضيج يا روحي وما تموتي يمكن هنا قالت أموت عزيز نموت ارتاح صدق ترتاحي والله شمعة تضيج يا روحي وما تموتي المن عايشة والمن تظلي متت فوق النعش مو مرة مرتي الحش ضقل فكنت طيحك متت فوق النعش مو مرة مرتي مرة الجرح بوي ومرة من قام حط ايده على ظهره ويضغب ويحسين شلون يضغب حط ايده على قلبه وصاحبه يا وي صيح وياه حط ايده على قلبه وصاحبه يا وي ظليت القم وظل يلقم وياي ظليت القم وظل يلقم وياي سوى دق حيلي على ضلعه قتله بهداي دق حيلي على ضلعه قتله بهداي احسيني من الزغر كاسر لي مقفاي الزغر 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 جت تدري السكتة قالت لي مساك يا بعد زين على كيف هي الحاجات على كيف مساك يا بعد زين مساك يبسة الرياقة كنا عطش اليوم عطش أخويا 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 يا مايلة يا مايلة يا مايلة يا مايلة يا مايلة
زينب بسك يا بعد زينب بسك يبست الرياقك خوي لاحق عالهضم يا حسين من هسه العطش باقك من هسه العطش خوي يمي وجاي احس بعيد شاشيح الهبي فراقك امسح دمعتك خوي خلص ما يلم راسك خلص ما يلم نوف قامت هي تدعي الله يعيني لمر هذاك اليوم ادعيله 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 اخوي الله يعينها لمر هذاك اليوم تشوف الواحدة وهو عزيز القاه ادعي لها وياي الله يعينها لمر هذاك اليوم تشوف الواحدة وهو عزيز وبعد ايش قالت له خويا توجيعني من اشوفك ما عليك هدوم وبعد من كثر التعب ما بيك حالي تقوم من كثر التعب ما بيك حالي تقوم بويا بويا بويا